فالواجب على الإنسان أن يقابل ما يحصل من أذية الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج، ولا يظن الأمر أنه ينتهي بسرعة وينتهي بسهولة. قد يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالكفار يؤذونهم، وربما يقتلونهم كما قتلوا الأنبياء. اليهود بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء أعظم من الدعاة وأعظم من المسلمين. فليصبر ولينتظر الفرج، ولا يمل ولا يضجر، يبقى راسيا على صخرة، والعاقبة للمتقين، والله تعالى مع الصابرين. فإذا صبر وثابر وسلك الطرق التي توصل إلى المقصود بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة، ولكن بطريق منظمة، لأن أعداء المسلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابتة منظمة ويحصلون مقصودهم. أما السطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفروا، فإنه قد يفوتهم شيء كثير، وربما حصل منهم زلة تفسد كل ما بنوا إن كانوا قد بنوا شيئا. لكن كون المؤمن يصبر ويتئد ويعمل بتؤدة ويوطن نفسه ويخطط تخطيطا منظما يقضي به على أعداء الله من المنافقين والكافرين، ويفوت عليهم الفرص لأنهم يتربصون الدوائر بأهل الخير، يريدون أن يثيروهم، حتى إذا حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا هذا الذي نريد، وحصل بذلك شر كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اصبروا، الإنسان في من قبلكم وأنتم أحق بالصبر منه، كان يعمل به هذا العمل ويصبر، فأنتم يا أمة محمد أمة الصبر والإحسان، اصبروا حتى يأتي الله بأمره والعاقبة للمتقين. فأنت أيها الإنسان لا تسكت على الشر، ولكن اعمل بنظام بتخطيط بحسن تصرف، وانتظر الفرج من الله، ولا تمل لا تمل، الدرب طويل، لا سيما إذا كنت في أول الفتنة، فإن القائمين بها سوف يحاولون ما استطاعوا أن يصلوا إلى قمة ما يريدون، فاقطع عليهم السبيل، وكن أطول منهم نفسا وأشد منهم مكرا، فإن هؤلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.